طلبني تقريبا نقول احنا مع نصف النهار على بلهجه مرتعده هكا شويه، قال لي سي فلان فما طياره هليكوبتر باش تجي، مش راه باش تجي وفيها بوليسيه في الملثمين باش تقتلني. عشان قلت طياره هليكوبتر تجي، قلت ما تعرفش الهليكوبترات عندنا احنا فقط عند الجيش ما عندهمش راه الشرطه، انا باش نقول لك هذا انت تعرف خير مني، قلت وما تخرج اي هليكوبتر او طائره الا بامضاء وزير الدفاع الوطني وانا لم امضي اي وثيقه. زيد ثبت، قال باهي الله يبارك ثبت. كلمت معناها الطيران، عندنا طياره اعطيناها للوحده بالك انا صححت وما فايق بروحي، لا قالوا لي هكا في 24 ساعه فماش طياره توا تطير في السماء في تونس ابدا، قالوا فماش الطيارات اللي عندنا توا هم موجودين في العوينه الاخرين داخل الجمهوريه. حسيت هوني انه فما نيه نتاع تخويف الرئيس. هاتون نقول لكم وباش نقول ثابت انا عم فما نيه، خاطر رجعت له وكيما قلت لك راهو ما فماش الحكايه هذه، شو طياره تخرج ما فما حد عنده طياره، الطيارات اللي عندنا في تونس هم على في المطار تو موجودين. وهكا قلت له ما لا موضوع اخر ما عادش عندي ثقه معناها في انا ولا في الجيش الوطني. فجاوبني تو سويت معناها قال لي لا هذا ابدا ابدا الجيش وانت وكذا ابدا. ما لا قاليش بيه هذا سي علي السرياطي يخلوط وكذا باللغه هذه ما نعاود العباره نتاعو يخلوط وترشوها. قلت له هذيك حاجه فاش انا اللي نهنيك منه انه ما فما حتى طياره في السماء نتاع العاصمه اليوم